ومازال الحديث متواصل، ولسه مشرفنا ضيفنا الكريم الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا دعاء. اهلا وسهلا. قبل الفاصل كنا بنتكلم على ان طالما ان بمجرد ما يبقى في برلمان جديد الموضوع مش متعلق بحكومه جديده فقط، لكن كمان متعلق بقوانين جديده. اذا قانون الاستثمار اللي المفروض ان هو بيتم وضعه لطمانه المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادي هو كمان هيلغى، ده اللي حضرتك بتتكلم فيه. لا مش هيعرض على البرلمان لمراجعته. وممكن يتغير. ممكن يغير وممكن يبدل وممكن يلغي طبعا. طيب كل قانون اتعمل قبل البرلمان او قبل وجوده هيعرض عليه. بما فيها من بدايه من قانون الانتخابات الرئاسيه مرورا بكل القوانين التي اصدرتها. طيب هل لو عندي قانون مكتمل الاركان يعني لا تشعر ان في اي مشكلات، يعني من حق البرلمان ان هو برضه يقول انا رافض هذا القانون؟ حقه. هو البرلمان في الاول وفي الاخر هي جهه تشريع، هيقول لك انا رافض او قابل او عايز اعدل ده او عايز اضيف الجمله دي او عايز احذف الجمله دي. مع الاخذ في الاعتبار ان المفترض ان البرلمان القادم يكون عنده نوع من الفقه السياسي الكبير ودراسه الموائم السياسيه الموجود اللي بيعيشها الوطن او بيعيشها المجتمع. لا البرلمان يعني مش جاي يعاند مع الدوله والمصالح. صحيح، فهو الى حد كبير جدا هتبقى كل هذه القوانين هينظر اليها بعين الاعتبار، هل الغاء هذا القانون او تعديله هيشكل ضرر للدوله فبناء عليه يقدم عليه، ولا الى حد كبير جدا الحفاظ عليه في ظل الوجود الحالي وقد يتصدى اليه في مرحله لاحقه الاوقع والاحسن. يعني دي مساله انا متصور يا دعاء هتبقى خاضعه لتقدير البرلمان في النهايه، لكن بشكل او آخر لازم يتعرض عليه القانون ويقول اه نعم انا موافق على هذا. طيب وانا كمستثمر اطمن منين؟ هو المستثمر هيطمن من قوه الحكومه وقدره الحكومه وظهير الشعب الموجود. الحكومه هتتغير في الحاله دي مع وجود برلمان جديد. انا ما اقصدش الحكومه بمحلب، انا اقصد الحكومه بقمه السلطه التنفيذيه. طبعا كل الاحترام يعني، وممكن التغيير يبقى برضه بنفس الاشخاص. هو مجبر ان يقدم استقالته بعد الانتخابات البرلمانيه، ولرئيس الجمهوريه ان يكلف رئيسا للوزراء ثم يعرضه على البرلمان. اذا البرلمان رفضه هياخد رئيس الوزراء من الاكثريه او الاغلبيه داخل البرلمان، ففي كلا الاحوال حكومه محلب تستقيل بعد من عشان كده بقول لحضرتك انا كمستثمر اطمن ازاي؟ ما هو عنصر الحكومه بتتغير، القوانين بتعرض، ممكن قبولها وممكن رفضها وممكن تعديلها. عنصر الاطمئنان الوحيد من وجهه نظري هي مدى ثقه المستثمر القادم في قمه السلطه التنفيذيه ممثله في رئيس الجمهوريه. انا من وجهه نظري هو ده العنوان الرئيسي لهذا النطاق. وكمان اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بيؤكد على اهميه البرلمان اللي احنا بنتكلم عليه. ده له اهميه قصوى يعني. ده مش موضوع مصالح بس، لان لو بصينا للمصلحه الفرديه يمكن المصلحه العامه تبقى مختلفه. صحيح، لان هو البرلمان القادم مش قصه ان هو هيرجع للتشريعات، ده هو قصه ان هيدي لك حجه تشريعية لأي قانون بيصدر. يعني كل القوانين اللي بتصدر الآن بحكم الضرورة أو بحكم الحاجة أو بحكم الظروف السياسية أو بحكم رؤية السلطة التنفيذية كلها هتبقى محط مراجعة من البرلمان القادم. في وجود البرلمان القادم عندما يصدر القانون خلاص انتهت المسألة بالنسبة له. نعم. طيب عندنا أكتر من موضوع كمان في موضوع زيارة المملكة العربية السعودية. اولا اللي كانوا بيروجوا اشاعات او بيروجوا بعض الاقوال بان في مشكلات بين مصر والسعوديه. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ما فيش اصلا معكر العلاقه حتى يتم تنقيتها خلال هذه الزياره. الزياره دي يعني تخلي كافه الالسنه تصمت؟ لا طبعا كافة الألسنة مش هتسكت أو مش هتصمت، ما فيش شك في ذلك، لأن هو العلاقات بين الدول لها أسس عامة. إحنا في أسس عامة متفق عليها بيننا وبين المملكة العربية السعودية، وفي أهمية لخصوصية العلاقة اللي بيننا وبين الجانبين، لكن في قضايا موجودة في المنطقة تختلف عن العلاقات الثنائية. يعني أنت فرقي بين حاجتين، بين علاقات ثنائية. لا أنا بتكلم على هذا الشق تحديدا، هذا الجانب اللي كان بيقول ان ربما يبقى حصلت بعض المشكلات او توتر في العلاقات بين الدولتين. لا انا لا اتصور بالزياره دي خلاص. انا اتصور ان خصوصيه العلاقه واهميه الحاجه الى هذه الخصوصيه والقضايا الملحه بين الجانبين تقول انه لابد ان يكون هناك علاقه خاصه بين الجانبين. صعب جدا تتوتر، لان توتر العلاقه بين مصر وبين المملكه العربيه السعوديه على وجه الخصوص هيدخلنا في العالم العربي في دوامه يعني لا يحمد عقباها زي ما بيقول. طيب الرئيس السيسي في السعودية والرئيس التركي في السعودية. صحيح.
كثيرين ما بيربطوش، ورئيس السيسي نفسه في حديثه نفى وقال ان هذا الوجود وجود صدفة. انا متصور بدرجة او باخرى انه القدر وربما النيات لعبت دور كبير، بصرف النظر عن مضمون الاتفاق. يعني مش شرط ان رئيس السيسي وهو ذاهب الى المملكه العربيه السعوديه ان يكون عالم بان الرئيس اردوغان موجود وان الحكومه السعوديه سوف تقوم بمحاولات حثيثه لوجود اجتماع ما بينهم او لحديث او لوجود اي شيء او لبحث اي قضيه، لكن من الممكن ان يكون هذا الوجود الى حد ما متعمد بدرجه او باخرى بغرض انه تهدئه الاجواء او تلطيف الاجواء بين مصر وتركيا، لان تركيا لها خصوصيه علاقه بالمملكه العربيه السعوديه على فكره. وتركيا اصلا في اختلاف بينها وبين المملكه العربيه السعوديه في بعض القضايا، زي قضيه العلاقه مع ايران، زي قضيه الطاقه، زي القضيه السوريه، زي القضيه في الواقع في اليمن، زي قضايا كثيره من الممكن ان يكون مختلف عليها او في رؤى مشتركه، يعني غير مشتركه بين تركيا وبين المملكه العربيه السعوديه. وفي نفس الوقت المملكه العربيه السعوديه ترتبط بخصوصيه علاقه مع تركيا، وفي نفس الوقت ترتبط بخصوصية علاقة مع مصر. ومن الأهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية أن يكون هناك توافق على الأقل على المبادئ العامة بين مصر وبين تركيا، عشان ما تخلقيش حرج إلى حد كبير جدا لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا إذا كانت المسألة مثلا مرتبط بقضية إقليمية أو غير قضية إقليمية. يعني لابد يكون عندك أطر عامة مشتركة للقضية السورية، أطر عامة مشتركة للقضية العراقية، أطر عامة مشتركة للقضية الليبية، خصوصا أنا بتحدث عن قوة عسكرية هتتدخل وقت اللزوم داخل أي دولة عربية لفرض يعني نوع من التهدئة إذا كان هناك إرهاب أو إذا كان هناك جماعات مسلحة، فلابد يكون عنده أطر مشترك. القضية المختلف عليها ما بين الدول في العادة لابد أنك أنت تاخد الأطر العامة كده وتتفق عليها. يعني طب أستاذ حضرتك في حاجة، بمجرد ذكر تنظيم داعش وكأن بيخرج سهمين كده، إن قطر وتركيا من ضمن المسببات، وان في الاخر بيصب في الولايات المتحدة الامريكية هذه الاسهم. لا هو هل تعتقد ان هذه الاسهم ربما تكون واهية؟ لا ولا لا. هذه الاسهم ممكن التراجع فيها ولا؟ شوف انا هقول لك حاجة، هو هناك اقاويل تقال، لكن في الاول وفي الاخر انا وانت لما بنقعد نتكلم او انا كباحث شخصيا بقرا ورق ويكون عندي حقائق على ارض الواقع. هناك اختلافات في مسألة محاربة داعش في الرؤى بين المملكة العربية السعودية، بين تركيا، بين إيران، بين مصر، بين العالم العربي بالموجب. تركيا لها رؤية في التدخل داخل الشأن السوري لمحاربة ما يسمى بداعش أو جبهة النصرة أو الآخر من هذا القبيل، وكانت هناك ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على تركيا للتدخل بري على الأقل في منطقة تسمى عين العرب كوبان، خصوصا انه معبر اللي يسمى معبر برشد دينار اللي هو المعبر الوحيد اللي بين تركيا وبين سوريا موجود في هذه المنطقة، وانه من الاهمية ان تركيا كلها دول. تركيا كانت ليها طلبات، هذه الطلبات واحد انا عايزة منطقة خالية من السلاح ومفيش وفي حظر جو عليها على الحدود في سوريا. الولايات المتحدة الامريكية تحفظت، فرنسا ايدت، بعض الدول العربية تحفظت. أنا عايزة تكلفة هذا التدخل المسلح اللي انتوا تفرضوه عليه، أنا عايزة فلوسه، مين هيدفع لي فلوسه اختلف عليها. أنا عايزة رؤية هذا التحالف في التعاطي مع الأكراد البيادية اللي هم بيشكلوا لتركيا عداء وموجودين داخل عين العرب كوباني وداخل سوريا في التعاطي معه فيما بعد من ناحية التسليح ومن ناحية العتاد المسلح، هناك اختلاف في الرؤية فيها. بناء عليها الدولة خدت تحفظ وقالت لا أنا خلاص أنا مش هتدخل وماليش علاقة بهذه المسألة. إذا أردت أن أنا أقوم بساعد، أنا عندي منطقة تسمى ريحانية على الحدود السورية التركية، هذه المنطقة من الممكن أن تكون منطقة تدريب لقوات الجيش السوري الحر اللي بتدربها القوات الأمريكية، وأنا ممكن أساعد بالجزء ده. وعند هذا ما تطلبيش مني حاجة. فعند هذا الطلب في بعض التقديرات تقول طب ما انت مش عايزه تحارب داعش يبقى انت بشكل او باخر متوافقه معاها، او انت بشكل او باخر منضمه اليها، او انت بشكل او باخر. لا، وان تركيا بتاخد بترول من داعش باسعار مخفضه، ده من ضمن ما يقال. فدي رؤيه اللي بيتكلم فيها، وهناك الرؤيه لما يطرح عن طريقه اداره المباحثات بين الولايات المتحده الامريكيه وبين، وما زالت تدور حتى هذا التاريخ. يعني
لماذا لا تتدخل تركيا، خصوصا انها الدوله الوحيده المؤهله للتدخل البري والى حد كبير جدا لانهاء. بس تركيا بتقول انا هتدخل مع من ضد من؟ انا ضد نظام حكم بشار وعليها ان يذهب لانه هو جزء من العقده السياسيه الموجوده داخل سوريا، وان الاقراد بيشكلوا لي عداء وانا مش مصلحتي اخش حارب داعش لمصلحه الاقراد، وانه بشكل او باخر انا هحارب داعش واستطيع ان انهي داعش لمصلحه بشار ولمصلحه الاقراض، والاثنين انا بيكونوا لي عداء، انا ماليش مصلحه في الدوامه دي كلها، خلوني واقف على الحياد. طيب نرجع بقى للنقطه الاولانيه اللي انا كنت بسال حضرتك عليها، موضوع ان تركيا علاقتها جيده بعدد من الدول الخليجيه، لكن في نفس الوقت تركيا بالتاكيد علاقتها ليست جيده على الاطلاق بالنسبه لمصر. في رأيين بقى نتيجة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية في نفس توقيت زيارة الرئيس التركي، يعني أو تصادف هذا التوقيت. رأي بيقول إيه؟ على أي أساس يتم المباحثات؟ إن تمت محاولات لأن يبقى في مباحثات أو نوع من أنواع المصالحة أو نوع من أنواع تهدئة الأجواء، على أي أساس ممكن إن يتم نوع من أنواع المصالحة؟ شوف يا هقولك. ورأي تاني يقول ولماذا لا ندرس المصالحة؟ شوف أنا هقولك حاجة، لما تيجي تسأليني أنا رأيي الشخصي أقول لك لماذا لا ندرس المصالحة؟ ورأي تاني بيقول على أي أساس هيبقى في مصالحة؟ هقول لك الأطر المشتركة كتيرة، إحنا المختلف عليه بيننا وبين تركيا إيه؟ علاقة تركيا بالإخوان المسلمين، بصريح العبارة كده، أو تيار الإسلام السياسي. ده الجزء امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي قال دعم الجماعة والقنوات هو التدخل في الشؤون الداخليه زي ما حضرتك بتقول. ما انا بقول لك ده الجزء المختلف عليه، او العنوان الاساسي للمختلف عليه. لكن هناك القضيه الفلسطينيه، هناك رؤى مشتركه احيانا كبيره، يعني تركيا مع القضيه الفلسطينيه ومع وضع اطر حل ليها. هناك ربما في اجزاء مختلف عليها في بعض القضايا الموجوده في العالم العربي زي القضيه السوريه مثلا. تركيا مع ذهاب نظام بشار، انا في مصر بقول لا، انا لا بشار يذهب ولا غيره يذهب، انا عايز اطر حل سياسي من داخل اطر الحل السياسي، لو ذهب بشار او قعد بشار ما يعنينيش، لكن انا مع الحل السياسي. تركيا والولايات المتحده الامريكيه وفرنسا ومجلس التعاون الخليجي بمجمله بما فيهم المملكه العربيه السعوديه مع ذهاب بشار، لانه بيروا انه بشار اصل العقده السوريه، وان تركيا بتنظر على انه راس الافعى داخل الساحه السوريه، وانه لو ذهب من سوريا كثير جدا من الامور هتنصالح. فهناك رؤى مختلفه ليس بين مصر وتركيا فقط، ولكن حتى بين مصر وبين المملكه العربيه السعوديه فيما هو مرتبط بالقضيه السوريه. لكن هناك قضايا واطر مشتركه ما بيننا نستطيع ان احنا نتحدث فيها. علاقتنا ايه بالقضيه الفلسطينيه؟ علاقتنا ايه بالامن القومي العربي؟ العلاقه البينيه اللي ممكن تكون بيننا ايه؟ خصوصا ان كان هناك علاقه بينيه بيننا وبين تركيا، كان في بتاع ده 320 مصنع، كان في 50,000 عامل، كان في تجاره بينيه بيننا وبينها في حدود 5.1 مليار، كان في 4 مليار بين 2 مليار مساعدات وبين منحه لا ترد مليار دولار وبين مليار وديعه او قرض، يعني كان في جزء بس معنى كده ان ممكن نتيجه لان في امور متعلقه بدول عربيه اخرى غير مصر يكون ده سبب في التباحث والتشاور، ويبقى ما هو متعلق بمصر كما هو دون تغيير دون تعديل. يعني شوفي هقول لك حاجه، وجهة نظري برضو وجهة نظر شخصية كباحث، أن المملكة العربية السعودية معنية بشكل أو بآخر بتهدئة الأجواء بين مصر بين قطر بين تركيا، التلات عناوين المهمة دول، لأن المملكة العربية السعودية ترتبط بحسن علاقة ووطادة علاقة بين قطر وبين تركيا، وانت مش مرتبطه بعلاقه خاصه بينك وبينه، او في توتر في العلاقه بينك وبينه، او في مشكله في العلاقه بينك وبينه. المملكه العربيه السعوديه كدوله مهمه جدا ودوله استراتيجيه ودوله من دول الالتزام في المنطقه، معنيه الى حد كبير جدا بفرض حاله من حالات الوفاق او التفاهم بين مصر وبين هذه الدول. واحد، انه تركيا ترتبط باتفاقيه تعاون استراتيجي بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي وقعت سنه 2008، ان هناك خصوصيه علاقه وقضيه كثيره جدا مشتركه بين السعوديه وبين تركيا، صعب للسعوديه ان تتوتر علاقتها بتركيا بسببها. يعني هناك خصوصيه العلاقه بايران، تركيا السعوديه متوجسه من ايران، تركيا في وقت من الاوقات لعبت دور الوساطه بين ايران وبين ال5+1 فيما هو مرتبط بالملف النووي وطرق التخصيب اليوراني. الجزئيه الثانيه مرتبطه بالطاقه، السعوديه ثلث الاوبك وبتنتج 13 مليون من 10 مليون 13 مليون برميل في اليوم،
والى حد كبير جدا تركيا ابرمت اتفاقيات مع اذربيجان وابرمت اتفاقيات مع كردستان العراق على تصدير جزء من هذا البترول لتركيا، وتركيا بتبيعه. هذه المشكله تغضب السعوديه بدرجه او باخرى. فهناك قضايا بين الجانبين، ناهيك بقى عن القضيه على العلاقه مع مصر، ناهيك عن القضيه الفلسطينيه، ناهيك عن كثير جدا من القضايا. هذه القضايا المملكه العربيه السعوديه صعب جدا التخلي عنها، وصعب جدا ان تضحي بتركيا وهي على حاله من حالات النديه مع ايران لواقع معين موجود في العالم العربي. المصلحة الأولى بالرعاية والأولى بالتفاهم هي أن تحاول توفق ما بين هذه الأطراف اللي هي بترتبط بعلاقات خصوصية علاقة بينها وبينها للتوفيق. أنا على علاقة يعني حسن وعلى علاقة استراتيجية مع مصر، وفي نفس الوقت على علاقة استراتيجية مع تركيا، ومصر وتركيا زعلانين من بعض، مصلحة أن نعاتهم مع بعض ببساطة شديدة جدا كده بالتعبير العرف الداري. والسياسة وحكم السياسة والبعد الاستراتيجي للسياسة يقول أن لازم أعمل كده، مش يقول أن أنا تروح مش عارف في داهيه، وان قطر ديت زي شبرا، وانه ده مين ده واولاد مش عارف ايه ويغوروا. لا، ما ينفعش، فيش الكلام ده في السياسه. وحتى الرئيس السيسي في حديثه في القناه العربيه وفي حديثه في جريده الشرق الاوسط قال لا يوجد تصريح رسمي ضد تركيا او ضد قطر يغضبها، وانه اذا في حاجه ضايقتهم احنا بنعتذر، واحنا يعني ما نقصدش ان احنا نضايقهم بدرجه او باخرى. يعني ده التصريح الرسمي السياسي. لكن وسائل الاعلام للاسف الشديد او بعض الساسه اللي الى حد كبير جدا لهم بعد مش ابعد من الـ 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 الافق الدولي والافق الاقليمي والتوترات والحدود الملتهبه، يروا ان مساله قطع العلاقات او رجوع العلاقات دي مساله سهله او هينه. يعني لا طبعا، المساله ليست سهله وليست هينه. المساله لابد ان تبنى على ابعد من وجهه النظر. هناك قوتين اقليميتين موجوده محيطتين بالعالم العربي، والقوه الثالثه هي اثيوبيا اللي هي في مشكله بيننا وبينها بخصوص سد النهضه او غيره. لابد ان يكون في نوع من التفاهم والتنسيق والحوار والحديث بيننا وبينهم بشكل او باخر. تركيا، ايران، اثيوبيا. تركيا وايران واثيوبيا. ونرجع لمصر والحديث امبارح كمان عن العلاقات او اللقاءات عفوا مع قيادات الجماعه المنشقه اللي دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين او مؤسسه الرئاسه وبين قيادات شهيره يعني كانت منشقه. الحديث إذن هل هناك فرصه للمصالحه ام ان المصالحه بعيده تماما؟ ده كان السؤال. شوفي، قيادات منشقه شهادتهم مجروحه. لا بس هي قيادات منشقة منذ أمد من يعني دكتور مختار نوح نتكلم على خرباوي صالح خرباوي ومختار نوح ومحمد حبيب صح كده؟ مش هم الثلاثة دول؟ في حد تاني؟ لا هم ثلاثة دول. وفي قيادات منشقة أخرى موجودة. قيادات تربوا في جماعة الإخوان المسلمين محمد حبيب كان وصل وقت من الأوقات إلى نائب المرشد، يعني كان سلطته داخل جماعه الاخوان انه نائب المرشد العام. طب هو المحرك الاول اجابه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بهذه النقطه ان احنا في حاجه الى خطاب ديني جديد، اذا لازم يبقى في نوع من انواع المناقشه. شوفي، انا مساله خطاب ديني جديد ومساله التوجه الديني الجديد مساله شائكه، يعني اعفيني من الحديث والحوار فيها لان املكها رجال الدين. لكن يا ريت لو نشوف الجزء ده كمان لو بقى متاح معانا. لكن الجزء المرتبط هو في مؤتمر عقد بالامس في القاهره. هذا المؤتمر يعني مرتبط مؤتمر اسلامي تحدث فيه وزير الاوقاف وتحدث فيه كثيرين من الساسه، وقالوا ان احنا هنبحث قضايا، هذه القضايا هي محل خلاف شائك في داخل العالم الاسلامي، زي مساله الجزيه وزي مساله الجهاد وزي مساله الدوله الاسلاميه وزي مساله الدوله الديمقراطيه وغيره. هذه القضايا هي قضايا محل بحث وطرح. في النهايه في اطر فقهيه هتصدر بشانها وفي اطر قانونيه او تشريعيه هتصدر بشانها. شكل تعديل الخطاب الديني وشكل توجهه ايه؟ احنا عايزين نعدل الخطاب الديني. طب عايزه تعدليه في ايه؟ يعني انت عايزه تعدليه في ايه؟ ما هو التعديل المقصود بايه؟ هل المقصود بتعديل الخطاب الديني هو خطاب ان توجهه منصب على حاجه معينه؟ هل المقصود بتعديل الخطاب الديني انك انت ما بتتكلميش في السياسه؟ هل المقصود بتعديل الخطاب الديني ان بعض القضايا لا يعني لا تقترب منها؟ طيب نشوف الجزء المتعلق بالنقطه دي ونرجع نعدل. انا هقول لك اجابه بعيده كتير عن اللي انت تتوقعها مني.